أخبار اليوم. نتحدث عن حاملة طائرات هجومية تمتلكها القوات المسلحة المصرية. طبعا أهمية حاملة الطائرات المصرية جمال عبد الناصر ليها أهمية كبيرة جدا، لأن أولا هي بتشترك فيها عمليات قتالية لجميع الأفرع الرأسية، سواء القوات الجوية أو القوات البحرية أو القوات البرية. قدرات قتالية عالية، استمرار في البحر لمدة طويلة تصل لشهر و70 يوم طبقا للسرعات بتاعتها. فيها من الإمكانيات والقدرات القتالية العالية التي تمكننا من تنفيذ جميع المهام وفي أسرع الوقت إن شاء الله. رسالة من مصر يا فندم إلى العالم، مصر قادرة على تأمين أمنها وأمن الدول العربية. طبعا الحمد لله، احنا كل يوم بتزيد قدراتنا القتالية، كل يوم بتضيف وحدة من الوحدات سواء البحرية أو القوات المسلحة والقوات الجوية، بتضيف لقدراتنا وقدرات القوات العربية مكسب وإضافة وتأمين وحماية للدول العربية ومصر بالكامل. بالنسبة للقوات البحرية الفرنسية، يعني عايز هو أشار إلى دور هذه المركبة في العمل ضد الإرهاب، هل يمكن أن يشرح كفاءتها وهل جربت قبل ذلك في مهام بهذا النوع؟ Je peux témoigner puisque nous avons ce genre de bâtiment en service. ان هذا نوع من الوحدات البحريه dans la marine nationale depuis 10 ans que nous avons mené toutes sortes de missions avec que ce soit des missions نقوم بجميع المهام الهجوم والدفاع ايضا، فان هذا نوع من انواع حاملات الطائرات حديثه الصنع. لكوني القائد الاعلى للقوات البحريه الفرنسيه اشهد بجوده وكفاءه هذه حاملات الطائرات الفرنسيه، فقد قامت بالفعل بكثير من المهمات، فهي فعلا متعدده المهام والامكانيات لحمايه البلد من جميع انواع الارهاب بايا كان شكله. يعني التعاون النهارده مع قائد القوات البحريه المصريه، اذا كانت هناك رساله وقتال للعالم، فما هي الرساله التي توجهها للشعب المصري لتقول له ان قواتك البحريه كجزء من قوات القوات المسلحه تطور نفسها؟ احنا بنقول للشعب المصري مبروك على حاملة الطائرات الأولانية جمال عبد الناصر، وفي انتظار الثانية إن شاء الله في شهر 9 أنور السادات. بنطمنهم بإن إحنا جاهزين وقادرين على حماية حدودنا البحرية وسواحلنا ضد أي تهديد وكل من يتسول له نفسه بتدنيس مياهنا الطاهرة إن شاء الله. طب فنم إحنا سميناها جمال عبد الناصر، هنا البعد العربي والعروبي واضح في هذه التسمية. تمام. هل يمكن لهذه المركبة أن يعني هذه السفينة أن تعمل أيضا في مهام خارج الحدود لتنفيذ ضربات ضد الارهاب اللي في الحدود العربيه؟ هي طبعا حامله الطائرات دي اساسا موجوده عشان تبقى تنفذ في مهام خارج حدود جمهوريه مصر العربيه. واحنا ما ننساش قول القائد الاعلى للقوات المسلحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال احنا مسافه السكه، احنا بنقول بقى مسافه السكه وباعلى امكانيات وقدرات ان شاء الله. هل تم فهم الاتفاق على المروحيات اللي هتعمل على حامله هي احنا جاهزين دلوقتي ان شاء الله بالمفاوضات، وان شاء الله قريب جدا هتكون موجوده باذن الله. الحمد لله. سؤال ثاني متعلق بحامله المروحيات، الاثنين اللي مصر اتعاقدت عليهم كانوا مرتبطين بالجانب الروسي وكان تم بنائهم للجانب الروسي، هل تم اجراء اي تعديلات فنيه على الحاملتين دول قبل تسليمهم لمصر؟ بعض التعديلات اللي هي هتمكننا من استخدام هذه الحامله بقدراتنا احنا والمنظومات القياده والسيطره بتاعه جمهوريه مصر العربيه.